أني السيد طبعا لاعب الأولمبي، يعني النهاردة رحت النادي الأولمبي كلمت الكابتن حسن مفيد أمين الصندوق بكل أدب واحترام، وبقول له قبض اللعيبة نزل، وأنا اسمي مش في الكشف، وأنا اتصبت في النادي وفي ماتش رسمي ومحتاج أقبض وفلوس للتأهيل الصليبي. قال لي امشي علشان ما كسرلكش رجلك التانية، وروح اشتكي وقال لنا ما ينفعش اشتكي الأولمبي علشان ده نادي كبير وأنا بحبه. قال لي لو راجل روح اشتكي، وانا ما قصرتش في حق النادي وما كنتش عايز اعمل مشكله بسبب الراجل ده بيعايرني بالاصابه بتاعتنا. الراجل ده بيعايرني بالاصابه والله، يعني التويته خلتني اتلخبط حتى في الكلام، كلامه ما عجبنيش. ربنا حسب الله ونعم الوكيل، وانا هعرف اخد حقي من اتحاد الكره اولا. يعني الكلام ده لو اكيد ومهم هيبقى كلام يعني مش كويس. وانا اعرف النادي الاولمبي واعرف اعضاء في مجلس اداره الاولمبي ورئيس نادي الاولمبي، يعني حاجه مش ظريفه، حاجه يعني راجل مصاب، راجل عنده مشكله كبيره جدا، وانت جاي تعمل المشكله دي. معانا اللاعب هاني السيد على التليفون. كابتن هاني، اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. قول لي ايه المشكله؟ انا قريت التويته ما عجبتنيش، انا على المستوى الشخصي حتى في قرايتها ما كنتش مبسوط. والله يا كابتن انا طبعا من كباتن النادي الاولمبي، تمام. ورحت انا جالي اصابه في الماتش الثالث في الدوري قدام نادي المنصوره رباط صليبي، تمام. قعدت حوالي 9 شهر او 3 اسابيع عشان يعملوا لي العمليه، كل يوم بكره بعده بكره بعده بكره بعده. وبعد كده بعد ما عملت العمليه قعدت في البيت، ما حدش سالف ولا حد بعت لي مرتب ولا حد بعت لي اي حاجه. فاتفاجئت ان اللعيبه طلع لها المرتب يوم الثلاث اللي فات. لا استنى، خليك واحده معايا برضو عشان احنا هنتكلم كلام اي حد هيتحاسب عليه. انت جالك الاصابه في الماتش التالت ده كان من امتى؟ الماتش التالت ده حضرتك احنا في الاسبوع ال 11 دلوقتي، ده من شهرين. كنت بتلعب المنصوره؟ المنصوره عندنا في النادي. يعني من كام يوم؟ لا من شهر وشويه، الماتش كان من شهر، من خمس اسابيع كده. يعني انت اكتر من شهر ما بتروحش النادي ولا بتكلمهم ولا بتتواصل معاهم عشان تعمل العمليه حتى مع دكتور الفريق ومدير الكوره؟ لا كنت بتواصل معاهم، بس هما كانوا عشان ما كانش فيه فلوس، كانوا كل شويه يقولوا لي بكره بعده بكره بعده الاسبوع الجاي الاسبوع اللي ورا كده، يعني لما جمعوا فلوس العمليه ورحت عملت العمليه. تمام تمام. عملتها بعد قد ايه؟ بعد 3 اسابيع. بعد 3 اسابيع، تمام. ماشي. على ما جمعوا الفلوس. على ما جمعوا الفلوس. طيب رحت بقى لامين الصندوق اعمل معاك ايه؟ رحت لحضرتك، رحت يوم الثلاث اللي فات للنادي عشان عرفت ان القبض نزل وكده، فانا رايح جاي زي زمايلي عشان اقبض القبض وكده. لقيتهم بيقولوا لي انت اسمك مش في الكشف اصلا. قلت لهم ليه اسمي مش في الكشف؟ قالوا لي انت هتقعد مع مجلس الاداره. قلت طب انا هقعد مع مجلس الاداره ليه حضرتك؟ انا راجل لعيب مقايض للفرقه، وانا ما قصرتش في النادي ولا في حق النادي، انا جات لي اصابه دي بتاعت ربنا غصب عني. طبعا. قال لي لا انت هتقعد مع الاداره وبتاع وكده، نعدي الماتش وهنكلمك. ما حدش كلمني، كلمتهم ما كانوش بيردوا عليا. حاجات الكابتن عماد كلمني. ايوه برضه قول لي كلمت مين وما ردش عليا؟ كلمت الكابتن ايهاب الكاس ما ردش عليا. كلمت الكابتن عاصم زغلول ما ردش عليا. كابتن عاصم اضطريت انا اتكلم الكابتن عماد كوره مدير الكوره. طب ما كلمتش مثلا رئيس النادي؟ ما كلمتش احمد ابو زهره؟ ما كلمتش اي حد من اعضاء النادي؟ لا انا رئيس النادي كنت اي قبل ما بعد ما عملت العمليه طلعت اقعد معاه في مكتبه عشان اشوف الموضوع. فضل قعدني ساعه وربع مثلا، وفي الاخر قال لي ده في التمام مش هيقابلك. طب بقول لك ايه، انا معايا الاستاذ احمد ابو زهره على التليفون الثاني، خليك معايا ما تروحش بعيد، لان انا عارف مع احمد ابو زهره هحل لك موضوعك لو انت ليك حق. تمام. استاذ احمد ابو زهره عضو مجلس اداره الاولمبي، اهلا بيك. اهلا بيك يا محمد. معايا الكابتن هاني السيد وبيشتكي انه راح لامين الصندوق، وامين الصندوق قال له مالكش حاجه عندي والمرتب ما نزلش وما تتكلمش لان هكسر لك رجلك الثانيه. تمام. كابتن حسن مفيد. طيب. امين الصندوق. بص يا استاذ محمد، طبعا يعني هنتهز الفرصه كده مع حضرتك كده ونشوف قصه هاني. سمعنا هاني من البدايه. من البدايه كابتن، طبعا احب يعني اوضح لسيادتك كام نقطه كده مهمه. طبعا كابتن هاني اتصاب في الماتش الثالث منصوره الدوري في المجموعه الاولى، ماتش المنصوره.
واحنا النادي طبعا قام بكل الالتزامات اللي عليه، هو عمل عمليه صليبي النادي تكفل بيها تماما، وكان بعد كده فتره التاهيل يا كابتن احنا عندنا مركز تاهيل جوه النادي الاولمبي مصروف عليه في الفترة الأخيرة دي، ما كانش موجود مركز تأهيل. المجلس الجديد اللي جه في الانتخابات الأخيرة عامل مركز تأهيل معتمد، مركز كبير فيه أحدث الأجهزة وفيه أحدث الأخصائيين الموجودين. فإحنا بالنسبة لتأهيل اللعيبة بعد العمليات النادي بيتكفل بيها، لأن إحنا عندنا وحدة كاملة للتأهيل بعد العمليات. تمام. دي كده نمرة واحد. نمرة اتنين، الكابتن هاني بعد الماتش بتاع نابارو، كان ماتش نابارو عندنا على أرضنا في النادي. كابتن هاني بعد الماتش طلع، كان في مشاحنات بينه وبين الاعضاء داخل النادي، داخل جنينه النادي، وبدا يعني بيدوح بكلام ان هو في اثناء التعاقد معاه حصل ان في حد خد منه رشاوي او عمولات او الى اخره اثناء التعاقد. بدورنا كمجلس اداره حولنا الموضوع كله للتحقيق. كابتن هاني طبعا في فيديو بيثبت فيه ان هو قال الكلام ده، والفيديو موجود على السوشيال ميديا وعلى الجروبات الخاصه بالنادي الاولمبي. قال ان انا اثناء التعاقد دفعت رشاوي وعمولات و و و الى اخره. فالمجلس طبعا بدوره حوله للتحقيق. في التحقيق فوجئنا ان الكابتن هاني انكر كل الكلام ده وقال انا ما حصلش وانا ما قلتش كده. طب خليك معايا احمد بيه. فضل. هاني حصل الكلام ده؟ لا بس حضرتك الكابتن احمد ابو زهره ما كانش موجود ساعتها. لا حصل الكلام ده، انا بسالك سؤال، حصل كلام بتاع انا وكلام حضرتك اللي هو قاله؟ لا ما اللي انت قلت ان هناك رشاوي اثناء التعاقد معاك. انا حصل مشاده مع واحد اسمه الكابتن صبري في النادي بسبب اللعيبه ان هي خسرت ماتش نابورو او تعدت مع ماتش نابورو، حصلت مشاده قال لك اللعيبه دي ما ينفعش تلعب في النادي الاولمبي، قلت له لو سمحت ما تتكلمش عن اللعيبه. لا 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 استنى بس، بص 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 هاني على فكره احمد ابو زهره يعني صادق عزيز وممكن يحل لك، لو انا قصدت في موضوعك هيتحل ويتلم كابن من ابناء النادي الاولمبي. هو حضرتك بيقول لحظه بس. طب لحظه طب سيبني اسالك حاضر. الكلام اللي قاله الاستاذ احمد ابو زهره علنك ان في موضوع رشاوي وكذا وكذا واللي حصل ده، وبعد كده قلت الكلام ده بفيديو وبعد كده انكرته في التحقيق، ده صح؟ لا ما قلتش، ما حصلش. لو في فيديو يطلعه حضرتك. لو في فيديو طلعه. اه استاذ احمد، استاذ احمد طبعا انا طبعا يعني اعضاء النادي كلها عارفه عني ان انا ما بقولش الكلمه التي تحتمل معنيين او ان انا اقول كلام مش حقيقي. طب يا احمد بيه في فيديو؟ فيديو موجود استاذ احمد، في فيديو موجود؟ اه طبعا موجود. طب ممكن تبعته لي على موبايلي؟